السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. طبعا كلنا سمعنا عن وضع البورتري مود او البوك افكت. الوضع ده هو اللي بيخليك منعزل عن الخلفيه اللي وراك، اللي هو زي ما تكون مثلا انت واقف كده ووراك خلفيه مثلا مش جرين سكرين، لا وراك خلفيه منظر طبيعي او اي خلفيه، ويخليك انت منعزل عنها، بيخلي فيه بلور على الخلفيه. تمام، الموضوع ده انا اكيد هفتقده وانا مثلا لو حاطه معايا الكاميرا الاحترافيه، ولكن انت هتفتقد الموضوع ده لو معاك جرين سكرين. انا قلت الموضوع ده في فيديو قبل كده. ولكن وضع البوك افكت او البورتري مود، الوضع ده بيخلي للصوره اللي انت بتتصورها او الصور الثابته اللي انت بتاخدها بيخليها اكتر جماليه، وبيخليها شكلها حلو جدا كانك واخد الصوره بكاميرا احترافيه مثلا. الوضع ده دلوقتي موجود في كل موبايل فيه كاميرتين، ولو قلنا ان كل موبايل فيه كاميرتين بيعمل الوضع ده، ولكن ده مش صحيح. مش كل موبايل فيه كاميرتين بيقدر يعمل وضع البورتري مود، زي موبايل البي 9 ده مثلا فيه كاميرتين ولكن هو ما بيقدرش يعمل وضع البورتري مود. في كذا موبايل ما يقدرش يعمل وضع البورتري مود، ولكن هنعتبر ان كل موبايل بكاميرتين بيعمل وضع البورتري مود، فهنقول ان الوضع ده هيبدا من 4000 جنيه وانت طالع لحد 30000 جنيه. لو قلنا مثلا الايفون اكس بيبدا من الجي ار 5 2017، مع ان ما اعتقدش ان هو بيعمل وضع البورتري مود، ويطلع على المي اي 1 بتاع شاومي، وبعد كده يطلع على الثلاث موبايلات الجداد بتوع هواوي، الميت 10 لايت والزيرو 5 بتاع انفينكس وكمان والاوبو اف 5. فلو قلنا ان بيبدا من 4000 لحد 30000 زي ما قلنا، ف ده سعر كبير، ده سعر كبير جدا على كل الناس اللي لسه او اللي مش معاها المبلغ ده، انها تدفع المبلغ ده في موبايل، مع ان المبلغ ده ما عادش فئه عاليه. فئه ال 4000 لحد ال 7000 او 8000 دي تعتبر حتى الان فئه متوسطه مش فئه عاليه. تمام، حتى لو انت اشتريت البي 9، البي 9 ما بيعملش وضع البورتري مود ولكنه بسعر 8000 جنيه، فالوضع ده بقى يقتصر على الموبايلات اللي بفئه عاليه وفئه غاليه. طب والحل؟ احنا عايزين نقدر نستخدم الوضع ده على موبايلاتنا الطبيعيه جدا وعلى موبايلاتنا العاديه. انا مثلا اقدر استخدم الوضع ده على الجي 7 برايم اللي معايا، اقدر استخدم الوضع ده على اي موبايل ايفون مش بكاميرتين، يعني اقدر استخدم ده على ايفون 6، على ايفون 7 العادي، على ايفون 5 حتى، وتقدر تستخدم ده على اي موبايل اندرويد. مهما كان الكاميرا ومهما كان اي حاجه ومهما كان امكانيات الموبايل، تقدر تستخدم الوضع ده. طيب ازاي؟ هو ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. وقبل ما ابدا، يا ريت تعمل لايك للفيديو، عشان اللايك ده بيساعدني جدا واللي يقدر يحفزني ان اقدر اعمل فيديوهات تانيه. واعمل شير للفيديو ده في اي مكان، عشان ممكن ناس كتير تحب تستخدم وضع البورتري مود ومش عارف. ولو كنت عايز تشوفني مره تانيه اعمل سبسكرايب عشان تشوف حلقات تانيه لمستر بومتك، وتعالى على طول نشوف الطريقه. طيب ازاي بقى نبدا نعمل وضع البورتري مود؟ تعالى كده نبص مثلا على صوره زي الصوره دي. تمام، الصوره اللي انتوا شايفينها قدامكم دي مش عليها وضع بورتري مود، زي ما انت شايف ان الصوره متصوره واللي ورا باين مش معمول عليه ضباب خالص، زي ما انت شايف ان الصوره متصوره عادي جدا بكاميرا احترافيه، ولكن الصوره متصوره عادي جدا مفيش اي وضع بورتري مود في الصوره. تمام، عايزين بقى نحولها لوضع بورتري مود، زي مثلا الصوره دي. زي ما انت شايف دلوقتي بقى فيها وضع بورتري مود، لو تلاحظ كده هتلاقي ان اللي ورا بقى عليه ضباب. تمام، هي نفس الصوره، ولكن ازاي قدرت اني احولها من الوضع اللي كانت فيه لوضع البورتري مود؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي. طيب برنامج افتر فوكس، البرنامج ده هو بيقدر كل اللي بيعمله، يعني انه هو برنامج يقدر يعمل ايديت على الصور بشكل كامل، ولكن بيحترف قوي في موضوع البورتري مود او وضع البوكا افكت. تعال نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه بتخش على البوم عشان تجيب الصوره اللي انت عايز تعمل لها بورتري مود. هتخش على الصوره مثلا اللي احنا كنا جايبينها، الصوره دي انا عايز احولها بورتري مود. ايه كل اللي هتعمله؟ انت اصلا اول ما بتبدا في الصوره بيجيب لك الخيارات بتاعه البورتري مود، يعني هو اصلا معمول عشان البورتري مود. خلينا نعرف كده ازاي. الخيار اللي في الاول ده اللي انتم شايفينه في الاول خالص، ده اللي متعلم عليه بالازرق، الخيار ده هو اللي بيختار جسم البني ادم. تمام، يعني انت عن طريق الخيار ده بتختار جسم البني ادم اللي انت عايز تعزله عن الخلفيه. تمام، والخيار الثاني اللي معمول عليه شجرة، ده اللي بتختار بيه الخلفية بتاعت البني آدم اللي انت عايز تعزلها عن الجسم. طيب خلينا كده متفقين ان احنا المفروض ان نخلي الجزء الاحمر ده يكون على بني آدم فقط، او الجزء اللي انت هتعزله عن الخلفية، والخلفية تكون بالجزء الابيض العادي. تمام، شايف الخلفية تبقى كده عادي. تمام، الخلفية تبقى عادي، يعني احنا عايزين الجزء الاحمر يكون على الشخص بس. طيب ازاي نعمل ده؟ عن طريق انك بتعلم كده على البني ادم، هو بيفهم لوحده ان في بني ادم وبيقدر يعلمها لك اكنك ماسك فوتوشوب بالظبط. تمام، بالشكل ده كده كده علم على الدراع، ونروح عند الراس زي ما انت شايف كده، علم على الراس، وبعد كده نعلم على الدراع التاني، ونعلم هنا على الكف. هنلاقيها باظت، لو باظت من اي حاجه ترجع تاني تمسحها عادي جدا، وبعد كده تخش على التقريب
تقربها كده بالشكل ده عشان تشوف الاجزاء اللي انت عايز تعملها، وتروح عند دي وتعلم على الكف كده بالراحه. تمام كده علمنا على الكف، حتى لو في اجزاء مش راضيه تيجي من الكف نقدر نعملها عن طريق حاجه اسمها الفيزر، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. طيب عايزين مثلا نشيل الحته دي من الدراع، تمام زي ما انت شايف اتشالت، نخش مره تانية كده وعايزين نبعد كده عن الجزء ده، وبعد كده نروح عند الدراع التاني. تمام الدراع التاني الكف برضه لسه ما اتعملش، نروح عند الكف نعمله لمسه واحده كده، لمسه لمسه صغيره عشان نجيب كل اللي في الكف. تمام نعتبر كده ان الصوره كلها بقت تمام. عايزين نبعد كده الصوره، نبص عليها كده من بعيد، هنلاقي الصوره تقريبا 100% الشخص اتعزل عن الخلفيه، هنقول له نيكست. هنبص كده على الصوره هنلاقي الشخص اتعزل عن الخلفيه تماما، حتى الحاجات المقتطفات اللي كانت معموله على الصوره هي واضحه ولكن بشكل بسيط جدا، لو دققت قوي في الصوره هتلاقيها واضحه لانها مش معموله طبعا بكاميرا احترافيه او بورتري مود. البرنامج ده يا جدعان ممكن يحول اي صوره انت خدتها بالوضع الثابت زي الصوره دي كده يحولها لكاميرا احترافيه اكنك ماسك موبايل ايفون 7 بلس او نوت 8 او حاجه احترافيه، او بتتصور بكاميرا احترافيه. عايزين نزود البورتري مود او نزود البلر شويه، هتزود دي كده هيزود لك البلر شويه. طيب الفيزر، خاصيه الفيزر دي هي اللي بتشيل الحاجات الزياده اللي انت عملتها او الحاجات الخفيفه اللي كانت في الايد. لو انت ملاحظ كده هتلاقي ان الحاجات اللي كانت في الايد كلها اتشالت. تمام هتلاقي الحاجات المقتطفات الصغيره اللي كانت في الايد كلها ما عادتش ظاهره، هو ده خاصيه الفيلتر اللي بتعملها. عايزين بس نقلل البورتري مود او نقلل البلر ده شويه عشان تبقى الصوره كده اكنها متاخده بالظبط بكاميرا احترافيه. تمام هو ده اللي بيعمله البرنامج ده. مش كده بس طبعا، انه في كمان بعض الفلاتر اللي ممكن تحولها للصوره تبقى بالشكل ده مثلا، او تحولها ابيض واسود او بالشكل ده كده او كده. في حاجات كتيره جدا في البرنامج هسيبك انت تكتشفها لوحدك. برنامج ممتاز جدا، اتمنى يكون عجبكم، واتمنى يكون الطريقه اللي انا شرحتها بيها تكون نالت اعجابكم. بس كده دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. يا ريت تشترك في القناه او تدعمني بان تضغط على زر لايك، عشان اللايك ده بيساعدني جدا وبيوصل الفيديو للناس اكتر من غير حتى ما تعمل شير. ولكن لو عايز تساعدني بشكل اكبر حاول تعمل شير للفيديو عشان ناس كتير ان شاء الله تستفيد من الفيديو ده. وشكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ولو عايز حلقات تانية من دي مش هقول لك غير انك تعمل لايك. سلام.